السلام عليكم ورحمة الله. السوق الحسيمة أمخ السنمارة كيف الأسواق في المغرب جان زينت كي شعيان عندن بالخصوص إجن ارتفاع ضمقران كي أسعار الخضار الفواكه المواد الأساسية جان حاجة عند يمسوق كي عندنا وانيتين، وللأسف أمخ نزرع من دوب يسامي التخطيط نشي نعاود جان نتسوق كورنا السنة أنا الحسيمان تثيقي غير نكتاقع المغرب بالنسبة للأسعار الخضار الفواكه، وللأسف منايا ونزيد تشي التحرك سواء زي المسؤولين على الصعيد المحلي على الصعيد الإقليمي الوطني باش هذا ذو قفن سدن دقان الغلاء وانيتين. أنا للأسف مخ نزرع منايا يزاري المواطن بشكل يومي الحالة يتعيش نزرع يوذان شباب دي مغارين عائلات للأسف تحرق نضطرنا ضعور نصزي زي الغلاء وانيتين زي الحالة يومي تعيشن ضعورنا ضع هذا حرق مزي وغاس مزي غايش ستقن أثمينة جان قلوختا إجنا عائلة جا مغاسقان المعيشة متوسطة نوعا ما مشا من هذا ما يلي تفمزي تكمل شوية جا شوية المعاونة زا أصحاب الخارج زي ناثر وخلا من أين ينقص رخد مثل الجيشي وذن إذا نتعانى زي البطالة ذي الهشاشة هذا وخاقي الفترة الثانية نزار تقنية ضواهي اجتماعي عن جديد ذي نجد نوع التضخم تصور قيل الحسيمة كمثال إني تقنتيج راك تازق مسوق إني زنوزان تازق إني الصغن وذا بوشي نحاش نضمي يقع بنادم يعني في الحياة اليومية نسيتي مزي المسؤولين سواء الصعيد المحلي الوطني رجال الأعمال غانا شيني ريفي نسنيثن أنا رجال الأعمال على الصعيد الوطني تبارك الله غاسن رؤوس أموال تيم قرانين على الصعيد الدولي كي أوروبا كي أمريكان سني وذا رجال الأعمال تيم قران ما عاود فكان هذا عاونا شوية طبعا الحكومة أنت تيجي تحمل مسؤولية كل شيء مانايا ولكن أنا شنين يا خصنا نقدي زماننا حباشا إذا نغيت مواطن نغ إذا الحسيمة النضو إذا مغسقة المنطقة كل شيء جن خاص نغير أخ المنطقة يا ثاني تينا الزون وتوقع شيء تسمى التغيير الديموغرافي كي المنطقة نزو ضا مواطن خصنا قيم أنا جينا أختي الجدود ضحان خاص يعني ضحان من أجل الوطن ككل نسيتي من إن شاء الله غي ثماثنا بالخصوص نيشيني داء مرا شي حاجة تشكا غي ثماثنا كي نضو سيتي جانو شي ناي الفوصية السورة نداء إنو رجال أعمال ريفيين يجينا على الصعيد الوطني الدولي أنه فكان فكنا مسريث يعني غذاك الحسيمة باش الشباب نطبع بعد إحصائية قارك تازي 200 واحد يحارك في ظرف 48 ساعة 24 ساعة يعني حشومة حشومة من الشباب هينا يمي وفين فرص ذاك المنطقة يتيني تفقي من ذا وتفو وطرانشي ذا حن ذحارق المهم ني دائما ذوانيتي نشكا يتمثنا كي نضو سيتي يجن توكابن دائما مستجدات كي الحسيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.